فرعية. في هذا الاتجاه استاذ وسام، الصداع الذي ياتي دائما بعد التاجيل هو التهديد بالانسحاب. كيف ترى هذا الامر؟ بص، يعني انا شايف ان واضح ان المسؤولين اللي موجودين على مقاعد المسؤوليه في الانديه ليسوا على قدر المسؤوليه، او بعضهم ليسوا على قدر المسؤوليه، وهم مش مدركين لسه اللي كنت بيقول استاذ عصام دلوقتي، هي المرحله اولوياتها ايه؟ هل المرحلة أولوياتها إن إحنا نعلي شأن كرة القدم والتنحر عليها عن مصلحة أمن وطن، ولا إن ننغلق على أنفسنا؟ أنا رأيي بقولك هم مش مسؤولين عن البحث، بدليل إن هو مش همه غير إن هو يرضي جمهوره، مش همه، مش باصص إن الظروف اللي محيطة بيه، إنما بيبقى حرصه على إرضاء جمهوره، على الخوف على مقعده، لان واضح ان هم ما زالوا معتقدين ان الجمهور هو الذي يضعهم على مقعدهم، فدوت هو اللي بيخليهم يعني مرتبكين في اتخاذ القرار. وبعضهم من المفترض ان هو يعني عنده من الحصافه ان هو يدرك هذا، ولكن حلاوه الكرسي بتخليه يتجاهل مصالح اخرى مش باينه قصاده. انا شايف في المرحله دي ان جزء، يعني احنا بنقول ان المدرجات غاب عنها الجمهور بقى لنا اكتر من 2013 تقريبا، الجمهور غايب. مفترض ان هذه المجالس تجلس على مقاعدها وهي مستريحه، لان ما بقاش في الجمهور اللي بيضغط عليك. قبل كده كنت في مباريات ما قبل 2011 كان الجمهور بيخش بيهاجم لعيب او بيهاجم اداره، او فبتبقى هو ده الوسيله تعبير الجمهور عن ردته او عن رؤيته داخل الملعب في المدرجات، وكان ساعتها بيبقى واضح وصريح وتحت المنظار. انما دلوقتي بقى الجمهور مش في المدرجات، الجمهور قاعد على السوشيال ميديا. وهناك اغلب الانديه، يعني اذا لم تكن تستخدم السوشيال ميديا كي تاتي الى مقاعدها ثم تستمر على مقاعدها، فهي حتى الان بعضها ان لم يكن اكثرها يخشى من السوشيال ميديا. وده الموضوع الخطر، يعني الموضوع الخطر مش على زي مش على كره القدم، زي ما قال الاستاذ على السلام الاجتماعي اساسا. يعني احنا السوشيال ميديا مش عايز اقول لك ان هي بتدمر دلوقتي حياه اجتماعيه، بتدمر حياه سياسيه، يعني حاله القلق والخوف والرعب اللي احنا عايشينه، لان في ضغط جاي لنا من منطقه تانية احنا ما تعودناش عليها خالص. ثقافتنا اساسا ما خدتش، يعني ثقافه المجتمع المصري او حتى تعليمه ما وصلش لمرحله ان هو يقدر يتعامل مع هذه الوسائل. واذا كانت هذه الوسائل اساسا بتستطيع ان تؤثر على السياسه الامريكيه وعلى الناخب الامريكي في 2016، تخيل بقى عندنا في مصر هتعمل ايه؟ ثم كانت الوسائل الاخطر فيها ما فيها بقى، غير ان هي بتهدد السلام الاجتماعي، وغير ان هي مصدر يعني رائج لترويج الاشاعات ولطيف، يعني من ممكن تصور الاشاعه عن طريق الواتساب، عن طريق الفيسبوك، عن طريق تويتر، اشاعه بتتسرب في ثواني تلاقي ملايين الملايين ابتدوا يتداولوها. فبقول لحضرتك اذا كان مجتمعات متطوره او مجتمعات متقدمه زي امريكا استطاعت ان تقع فريسه لهذا الغول، هذا الوحش اللي اسمه السوشيال ميديا، فماذا تستطيع ان تفعل دول يعني عايزين ناميه او دول ما زالت ثقافتها لم تصل الى لم تصل الى تعليمها مش بهذه الدرجه ها؟ فطبعا لازم تنهار. يعني جزء تاني هنخش عليه ولازم نتكلم فيه، اذا كانوا ما قدروش يسيطروا او يضغطوا على فكره استخدام الحياه اليوميه اللي هو فكره ارتفاع تكاليف الحياه، ارتفاع البنزين ما قدرش يستغلوها. الناس واضح ان الناس بعد ثورتين خلاص عايزه تهدى، عايزه ترتاح، القلق اللي عاشته عايزه فرغم ضغط الحياه فالناس بتحاول تتحمل، فلم يجدوا مدخل ها لهذا الامر سوى كره القدم. ليه؟ لان كره القدم ما زالت هي المتربعه او هي المنفذ الوحيد، والمنفذ الوحيد للشعب المصري وبالمناسبه للعالم كله ها، في ان هو بيرفع عنه. فانت بتستطيع، وما زالت لديها برضو كره القدم حاله التعصب اللي موجوده والانتماءات اللي موجوده لسه موجوده عند داخل المواطن المصري يعني بشكل كبير. فيقدر يخش من الحته دي ويبتدي ينميها، يبتدي يكبرها، ويبتدي يستغل الاحداث ها، او ما بعد الاحداث. يعني ساعات ممكن يستغل الحدث لو كان في ماتش بجمهور ها، او ما بعد الحدث ان هو يعني فوز اهلي او فوز زمالك، تكتشف ان هي بتبتدي ناس فرحانه بتنتهي. ودي كانت حكمه التاجيل،
تقريبا هي دي تبتدي الناس فرحانه تنتهي، الناس بتعبر عن موقف سياسي، هو انت بتتكلم في كوره وبتتكلم في السياسه ثم برضو حتى استغلال، يعني حتش تقول ان دول مش بتوع كوره، ها استغلال المدرجات في الفترات القليله اللي هم الجمهور بيروحها، استغلال يعني لازم الناس ترجع نفسها، دي مش ناس بتاع الكوره، اللي لما يبقى السلام الجمهوري بيتعزف وما فيش حد عارف ان عندما يعزف السلام الجمهوري يجب ان تقف احتراما له، لا يبقى عندك مشكله في الانتماء، يبقى عندك مشكله. فالنهارده ما بيحصل ده هم بيغنوا حاجه ثانيه، بيغنوا حاجه ثانيه الله. ثم بقى هنا وانا بقى برجع هنا، فين مسؤوليه الانديه؟ يعني لما حضرتك تبقى رئيس نادي الزمالك او رئيس نادي الاهلي او رئيس اي نادي، يعني مدير تحكم فيهم ازاي؟ ها على الاقل، على الاقل لا انا ما بقولش تحكم، بس على الاقل مفترض ان انت القياده الواعيه التي تعي جماهير، توعي جماهير، فانت بتطلع بيان انت ما فعلته ده كلام خطا، وان الانتماء معناه كذا وكذا، وان الانتماء للوطن اهم من الانتماء للنادي. دي قضيه ثانيه كبيره جدا. طيب.